بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات سنة ثالثة ثانوي علم رياضة، كل سنة وأنتم طيبين وسنة جديدة، وإن شاء الله تحققوا كل اللي أنتم عايزينه فيه. وهنتابع معاكم هنا شرح مادة التطبيقية، معاكم مستر عمرو سعيد موجه رياضيات بالوزارة. وهنتابع هشرح معاكم اللي هو مادة التطبيقية اللي هي الديناميكا والاستاتيكا ان شاء الله. هنقول كل التفاصيل ومش هنسيب حاجه ان شاء الله الا لما نوضحها، ان شاء الله نستفيد مع بعض. هنبدا مع بعض بفرع الديناميكا النهارده. بنتكلم فيه عن حاجات اللي هي الدوال تفاضل الدوال المتجهه وتكامل الدوال المتجهه. اول حاجه لما بتكلم عن تفاضل او ايه هي الدوال المتجهه، انا عندي الدوال المتجهه هي عده دوال استخدمناها قبل كده في سنه ثانيه ثانوي وكنا عارفينها، اللي هي متجه الموضع والازاحه والسرعه والعجله، كلهم مرتبطين ببعض. وخدنا تعريف الكلام ده في الاول، يعني ايه متجه الموضع، خدناه قبل كده وهنوضحه تاني. متجه موضع جسم هو قطع مستطيل بيتحدد بالنسبه لنقطه ثابته، يحدد موضع الجسم بالنسبه لنقطه ثابته بنسميها نقطه، يعني الجسم ده موجود فين بالنسبه للنقطه دي اللي هي نقطه الاصل. اذا الجسم عمل مشي مثلا من عند النقطه واو مسافه معينه، فكده اتغير موضعه من النقطه واو لنقطه ثانيه، اتغير موضعه بناء على متجه الموضع اللي احنا هندرسه مع بعض. طيب لو هو اتغير موضوعه من النقطه الف للنقطه ب وبعد كده اتغير موضوعه ثاني من ب الى ج، يبقى كده هو عمل مجموعة إزاحات بنسميها إزاحات. والإزاحة كنت تعرفها زي ما انتم عارفين من زمان إن هي التغير في موضع الجسم من الموضع الابتدائي للموضع النهائي، يعني شوف هو ابتدى منين وانتهى فين. طب افرض هو ابتدى ومشي ورجع لنفس مكانه، يبقى إزاحته بتساوي صفر. فمعنى كده إن الإزاحة هي التغير في موضع الجسم من الموضع س صفر إلى الموضع النهائي اللي هو س اللي هو انتهى إليه. طيب متجه الموضع ومتجه الإزاحة دي كلها حركة، وبنسميها حركة في خط مستقيم، يعني إحنا السنة دي أو دراستنا في الديناميكا لا تخضع إلا لحركة الجسم في خط مستقيم ذهابا وإيابا، يعني في الاتجاه الموجب أو الاتجاه السالب لأعلى أو لأسفل، المهم هو خط مستقيم ولا يتبع منحنيات. فعشان كده نخلي بالنا كويس قوي من النقطة ديت، لأن الجسم مساره يحدد بخط مستقيم لكن بنوصفه بمنحنيات، بنوصف المسار ده بمنحنيات وهنشوفها مع بعض وإن شاء الله هنبقى محترفين فيها في الحلقة إن شاء الله. طيب متجه الإزاحة عندنا فيه هو التغير في موضع الجسم، يبقى فيه بيساوي الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي اللي هو س ناقص س صفر، س صفر يعني عند الزمن صفر وس يبقى عند أي زمن. هنا لو خدنا بالنا طيب من الشجره اللي قدامنا ديت او المخطط اللي قدامنا اللي هو ده مخطط الوحده كلها، احنا نستخدم فيها التفاضل، الموضع بيترتب عليها الازاحه والازاحه يترتب عليها السرعه والسرعه بيترتب عليها العجله على حسب التعريفات اللي احنا بنقولها قدام مع بعض دلوقتي. فبنقول ان متجه السرعه هو معدل تغير في موضع الجسم بالنسبه للزمن، يعني ايه؟ يعني الجسم لو بيتغير موضعه كل ثانيه يبقى في مكان غير المكان كل ثانية كل ثانية أو كل حسب الوقت يعني، فبنقول عليه هو تغير الموضع بالنسبة للزمن، كده الجسم أحدث سرعة. يبقى دلوقتي متجه السرعة بنقول عليه هو معدل تغير الموضع بالنسبة للزمن. وكلمة معدل تغير إحنا درسناها في الصف الثاني الثانوي لما قلنا أي معدل التغير دي تعني المشتقة الأولى للدالة. المشتقه الاولى للداله اللي هي بنرمز ليها ب د ص على د س زي ما كنا بنقول السنه اللي فاتت او كده، السنه دي هنقول هو مشتقه الازاحه بالنسبه للزمن، فبنقول د ف على د ن، يبقى عين متجه السرعه بيساوي مشتقه اتجاه الازاحه بالنسبه للزمن، يبقى د ف على د ن. طيب وقلنا برضو ان معدل التغير هو عباره عن ميل المماس، يعني حاجات متعلقه شويه بالتفاضل. معدل التغير هو ميل المماس من المماس لمنحنى الدالة نفسه عند نقطة معينة، وبرضه هو ظل الزاوية التي يصنعها المماس مع المحور السينات الاتجاه الموجب لمحور السينات. فعين هنا بتساوي د ف على د ن ميل المماس لمنحنى الإزاحة الزمن، يعني لو عندي منحنى الإزاحة الزمن زي ما هنشوف كمان شوية ميل المماس ده يعبر عن السرعة. متجه العجلة
هو مشتقة أو معدل التغير في متجه السرعة بالنسبة للزمن. يعني لو السرعة ثابتة يبقى مفيش عجلة، لكن لو السرعة متغيرة يعني بيحصل تعجيل أو تبطيء، فبنقول عليها هنا إن أنا ماشي، الجسم ماشي بعجلة، والعجلة هنا هتبقى هي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، يبقى ج بتساوي د العين على د النون إذا كانت السرعة هي دالة في الزمن زي ما هنشوف كمان شوية. وبالتالي طالما ج هي مشتقة عين بالنسبة للزمن، يبقى هي ميل الماس لمنحنى آخر اسمه منحنى السرعة الزمن. المنحنيات هناخدها بالتفصيل دلوقتي عشان بس ما الناس ما تقولش يعني ايه منحنى السرعة الزمن او منحنى الإزاحة الزمن، هنشوفها دلوقتي مع بعض. بس ده كلها اللي احنا خدناه قبل كده. طيب، في حاجة اسمها القياسات الجبرية. يعني انا عندي دي كلها متجهات، لكن لو استخدمت القياسات الجبرية فهي نفس المعلومات اللي فاتت، بس هنقول ان الإزاحة في بتساوي س ناقص س صفر بدون متجهات. القياسات الجبرية يبقى بدون متجهات، ممكن تكون قياس جبري موجب او ايه او سالب، لكن هو مش مهم. يبقى ف بتساوي س ناقص س صفر، وعين بتساوي مشتقة ف بالنسبة للزمن، يعني ده الف على ده النون، ده إذا كانت ف هي الإزاحة يعني، وعين برضو لما تكون دالة في الموضوع يبقى دال س على دال نون. هنا بعتبر إن الإزاحة هي المسافة إذا كان في نفس الاتجاه زي ما عارفين، فالإزاحة بتكون هي نفس المسافة. يبقى عين بتساوي دال ف على دال نون بتساوي دال س على دال نون. ج العجلة بتساوي دال عين على دال نون، ده إذا كانت السرعة دالة في الزمن، إذا كانت السرعة تغير بتغير الزمن، يبقى ج بتساوي دال عين على دال نون. وباستخدام قاعدة اسمها قاعدة السلسلة، فهنقول إن لو كانت السرعة دالة في الإزاحة أو دالة في الموضع، فبنقول أن العجلة تساوي عين في دال عين على دال س، يبقى هتساوي السرعة في مشتقتها بالنسبة عين في دال عين على دال س. نشوف تانية بعض الملاحظات الهامة. لو بنتكلم عن السرعة المتوسطة أو متجه السرعة المتوسطة، في فرق بين الاثنين. السرعة المتوسطة، وكل دي زي ما بنقول برضو معلومات قديمة، السرعة المتوسطة هي عبارة عن المسافة الكلية على الزمن الكلي. السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية على الزمن الكلي، والمسافة غير الإزاحة. طيب، متجه السرعة المتوسطة، هنا الفرق كلمة متجه، يعني هنا مفيش متجه. كلمة متجه السرعة المتوسطة عبارة عن الإزاحة الحادثة على الزمن الكلي. طيب، بعض المعلومات المهمة جدا جدا في حركة الجسم في خط مستقيم. بنقول إذا وصل الجسم إلى أقصى بعد، يعني خلاص مش هيتحرك بعد كده، يعني إيه؟ يعني سرعته هتساوي صفر. يبقى ده معلومات بسيطة بتفيدني وأنا بحل مسألة أو بدرس حركة جسم معين. لما بيقول لي هو وصل لأقصى بعد، فمعنى كده أن السرعة تساوي صفر. طيب، لو تحرك الجسم بأقصى سرعة أو بسرعة منتظمة، كلمة أقصى سرعة يعني هي مش هتزيد، خلاص دي اقصى سرعه ولا هتقل، هو ماشي باقصى سرعه، يبقى مفيش عمليه تعجيل او تبطيء، يبقى معنى كده ان العجله هتساوي صفر. طب اذا اتحرك بسرعه منتظمه برضو نفس المعنى، يبقى اذا كانت اقصى سرعه او سرعه منتظمه او في المجمل هي سرعه ثابته، فبنقول ان العجله تساوي صفر، يعني ج بتساوي صفر. طيب، اذا عاد الجسم الى موضعه الاصلي فان يعني هو مشي ورجع تاني الموضوع الاصلي، يبقى فيه ليه الإزاحة هتساوي كام؟ هتساوي صفر. يبقى إذا عاد الجسم إلى موضوع الأصلي فهنا فيه بتساوي صفر، يعني فيه ده البعد عن نقطة البداية في مكانه الحالي بتساوي صفر، لأنه رجع لمكانه الأصلي. برضو هنا بالنسبة للإشارات، لو الجسم بيبتعد عن نقطة الأصل أو نقطة ثابتة واو نقطة الأصل، يبقى عين في سين أكبر من صفر، يعني السرعة والموضع في نفس الاتجاه. إذا كان الجسم يقترب من نقطة الأصل يبقى عين في سين أقل من صفر، يبقى برضه السرعة الموضع في عكس الاتجاه. ودايما خلي بالك هنا إن اتجاه الحركة هو دايما اتجاه السرعة، يعني إذا كانت السرعة سالبة يبقى الحركة في الاتجاه السالب، إذا كانت السرعة موجبة يبقى الحركة في الاتجاه الموجب. وافتكر دايما إن الحركة في خط مستقيم مش في منحنيات. يتبقى لنا معلومتين مهمين جدا قبل ما نبدأ نشوف نوعية المسائل اللي عندنا. الحركة متسارعة ولا تقصيرية؟ تعتمد على إيه؟ تعتمد على حاجتين في منتهى الأهمية، على إشارتي عين وجيم. يعني لو عين وجيم لهما نفس الاتجاه، يبقى دي معناها أن عين في جيم أكبر من صفر، نفس الاتجاه، يعني إشارتهم موجبة أو إشارتهم سالبة، يعني مع بعض سالبتين أو موجبتين، فمعنى كده أن حاصل ضربهم أكبر من صفر، وده معناه أن الحركة متسارعة. يبقى الشرط الأساسي عشان أعرف الحركة متسارعة ولا تقصيرية هي إشارة عين وإشارة جيم.
عين في جيم أكبر من صفر يبقى الحركة متسارعة، عين في جيم أقل من صفر يبقى الحركة تقصيرية. واتجاهات العين والجيم إذا كانوا في نفس الاتجاه فهي متسارعة، إذا كانوا متطابقين في الاتجاه فالحركة تقصيرية أو في تباطؤ. تعالوا بقى نشوف بعد الكلام ده كله نطبق إزاي الكلام اللي إحنا خدناه دوت، لأن عادة النظري أو الكلام النظري ما بيتفهمش إلا من خلال تطبيق بعض المسائل اللي تعالوا نشوف مع بعض، هنحل مع بعض إن شاء الله هنا المسائل واحدة واحدة. نشوف مسألة زي كده، بيقول إذا كان القياس الجبري لمتجه الإزاحة لجسيم يتحرك في خط مستقيم يعطى بالعلاقة ف بتساوي 2 ن تكعيب ناقص 3 ن تربيع زائد 5 ن، فعين القياس الجبري لمتجهي السرعة والعجلة وبين ما إذا كانت الحركة متسارعة أم تقصيرية. يبقى هو دلوقتي عايز يجيب القياس الجبري للسرعة والعجلة وعايز يشوف الحركة متسارعة ولا تقصيرية. تعالوا مع بعض كده نشوف هو مديني ايه. هو مديني الإزاحة اللي هو القياس الجبري الإزاحة اللي عندك فيه بتساوي اللي هي 2 نون تكعيب ناقص 3 نون تربيع زائد 5 نون. واضح ان الإزاحة هي دالة في الزمن، يعني فيه دالة في الزمن، يبقى اقدر اجيب على طول القياس الجبري للسرعة اللي هو عين هتساوي ايه، عين هتساوي دال ف على دال نون، فبنشتق اشتقاق عادي اللي هو 2 3 ب 6 نون تربيع ناقص 6 نون زائد 5 كده جبنا السرعة. طيب انا عايز اجيب العجلة، يبقى العجلة طالما السرعة دالة في الزمن يبقى العجلة هتساوي دال عين على دال نون، فهتساوي هشتق السرعة 2 في 6 12 نون ناقص 6. يبقى انا كده حصلت على القياس الجبري للسرعة والقياس الجبري للعجلة بالاشتقاق. يعني لو كان عندك الإزاحة هتشتقها بالنسبة للزمن يديك السرعة، هتشتقها يديك العجلة. طيب دلوقتي احنا عايزين نشوف الجزئية بتاعت إذا كانت الحركة متسارعة أم تقصيرية. التسارع والتقصير يعتمد على إشارتي عين وجيم. هو بيقول لي متسارعة أو تقصيرية، بس هنا عند نون بتساوي كام؟ صفر، وعند نون بتساوي واحد. خلاص أنا أروح أجيب السرعة عند نون بتساوي صفر، يبقى أقول له مثلا هنا نسميها عين صفر بتساوي، هعوض عن نون بصفر هنا في السرعة، فهيكون صفر زائد صفر زائد خمسة هتطلع بخمسة. وهجيب له برضو العجلة لما نون بصفر، لما نون بصفر اللي هي نسميها جيم صفر مثلا تساوي، عوض عن نون هنا بصفر يبقى 12 في صفر، صفر ناقص 6 يبقى سالب 6. لاحظ كده معايا، عين اشارتها موجب وجيم اشارتها سالب، يبقى عين في اتجاه الحركة وجيم عكس اتجاه الحركة، يبقى ده معناه ان عين جيم اقل من صفر، فده معناه ان هناك تقصير، يبقى الحركة تقصيرية عند نون بتساوي صفر. طيب تعال نشوف عند نون بتساوي واحد، لما نون بتساوي واحد يا ترى الحركة هتكون شكلها ايه؟ هرجع برضو التاني واجبها. تعالوا نقول على عين مثلا هنا عين واحد بتساوي عين واحد، يعني نعوض عن نون بواحد، نعوض 6 في 1 ب 6 ناقص 6 يبقى 0 يبقى النتيجة 5. هعوض برضو هجيب جيم واحد، جيم واحد مش هجيب كل واحد مش مشكلة، المهم دي جيم واحد ماشي. أنا هعوض عن نون بواحد 12 في 1 ب 12 ناقص 6 يبقى 6، عين موجبة 5 وجيم 6، هقول له إذا معروف كده عين جيم طلعت أكبر من صفر، فده معناه أن الحركة متسارعة عند نون تساوي واحد. وبكده هكون جاوبت السؤال اللي هو الأول تاني، أنا عايز أجيب القياس الجبري المتجه السرعة والعجلة، يبقى هشتق الإزاحة، اشتقها بالنسبة للزمن اشتقاق عادي، وبعد كده هكون جبت القياس الجبري للسرعة والقياس الجبري للعجلة. طب عايز أدرس الحركة متسارعة ولا تقصيرية، يبقى لازم أعرف إشارة عين وإشارة جيم، تاني إشارة العجلة وإشارة السرعة. نشوف كده المثال بعده.
دلوقتي عندنا بيتحرك جسم في خط مستقيم، وكان الجسم القياس الجبري المتجه ازاحته عند اي لحظه زمنيه يتعين من العلاقه. هو بيديني القياس الجبري للازاحه وفعل بس الالم القياس الجبري للازاحه، وعايز القياسين الجبريين المتجهي السرعه والعجله. فهنا طبعا عشان وقتنا يبقى هنقول اذا كنت عايز اجيب السرعه فهشتق الازاحه بالنسبه للزمن، يبقى هي د ف على د ن هتساوي 24.5 ناقص 2 في 9 في 4.9 يبقى 9.8 ن. طيب كمان هجيب القياس الجبري للعجله، يبقى ج هتساوي د ع على د ن هتساوي سالب 9.8. الجزء المهم هنا اللي هو الطلب الثاني، لما بيقول لي انا عايز ابحث اللي هو التزايد اللي سوري التسارع، يعني رقم اثنين، يعني عايز ابحث التسارع والتقصير. فهنا لازم اجيب عين جيم او عين في جيم يعني، واشوفها اذا كانت عين في جيم اكبر من صفر فده معناه ان الحركه متسارعه، واذا كانت اقل من صفر فهي تقصيريه. هو هنا بيسالني امتى بقى تكون متسارعه وامتى تكون تقصيريه، يبقى انا عندي هنا عين وعندي جيم هضربهم في بعض واحطهم في متباينه اكبر من صفر عشان اقدر اطلع الفتره الزمنيه اللي فيها هتكون تقصيريه. يبقى سالب 9.8 في قيمه السرعه اللي هي 24.5 ناقص 9.8 ن، هحطها اكبر من صفر. طبعا هنا لو شلنا دوت فيكون عندك 9.8 ن اكبر ن اكبر من 24.5 بحل المتباينة، يبقى النون هنا هتطلع عندي أكبر من 2.5. في الحالة دي يبقى هنا أكبر من 2.5 لما يكون حاصل ضرب عين في جيم أكبر من صفر، فمعنى كده الحركة متسارعة في الفترة الزمنية من 2.5 إلى ما لا نهاية. يبقى متسارعة في الفترة الزمنية من 2.5 لما لا نهاية. تعالوا نشوف بقى الجزء الثاني اللي هو إمتى تكون تقصيرية. فعلى طول هحط عين في جيم اصغر من صفر فهتكون هي نفس المتباينه، بس هتطلع نون هنا اقل من 2.5. ففي الحاله ديت الفتره الزمنيه هتبدا من صفر لان بدايه الزمن دايما صفر الى 2.5 مفتوحه، وهنكون هنا الحركه تقصيريه لكن هنا الحركه متسارعه. بالظبط هنا لما هو عايز حاجة ثالثة بيقول أوجد القياس الجبري. أستاذ عمرو ممكن أشارك بحاجة بسيطة في هذه الجزئية اللي حضرتك اتكلمت فيها؟ اتفضل اتفضل. بعض أبناء الطلاب لما يقول نون أقل من 2.5 هيعتقد إنه هيكتب سالب ما لا نهاية و2.5. طبعا يجب إن إحنا نقول لأبناء الطلاب إن الزمن ما يقلش عن الصفر أبدا. فطبعا دي ملحوظة مهمة عشان هو بيحط فعلا في الاختيارات سالب ما لا نهاية و2.5. لا فعلا حضرتك قلت نقطة، أصلت نقطة بتحصل وبنشوفها كتير، اللي هو لما الزمن أقل من فبيروح رايح للسالب ما لا نهاية على أساس أقل وهي متباينة، فما ينفعش، لازم يبدأ من صفر وفترة مغلقة صفر. الجزء الأخير في المسألة بيقول أوجد القياس الجبري للإزاحة عندما تنعدم السرعة. القياس الجبري للإزاحة اللي هو اللي قدامك دوت، بس هو عايز عندما تنعدم السرعة، يعني عندما السرعة تساوي صفر. طب أنا لو خدت السرعة سويتها بصفر عشان أعرف الزمن اللي فيه السرعة هتساوي صفر، اللي هو الجزء ده لو اخذنا هنا في الحته ديت، فنقول هنا عين هتساوي صفر امتى؟ لما 24.5 ناقص 9.8 ن هتساوي صفر، فبرضه بالتالي لما ن هتساوي 2.5 لان هي نفس المعادله، هي نفس المتباينه اللي قدامي، فن هتطلع ب 2.5 على طول الاختصار عشان الوقت، فهيكون السرعه بتساوي صفر لما الزمن بيساوي 2.5. هقول له اذا فيه عند 2.5 وهعوض عادي جدا هنا في الازاحه اللي هي 24.5 في 2.5 ناقص 4.9 في 2.5 تربيع، فتطلع قيمة الإزاحة المطلوبة. عندي في المثال الثالث بيتكلم عن السرعة، متجه السرعة قدامنا بيساوي قيمة قدامي، وهنا مطلوب منك الحركة تكون تقصيرية في الفترة فين، وده مثال في منتهى الأهمية نخلي بالنا منه يا أولاد مع بعض، لانه هنا بيقول مش مديني غير السرعه كمتجه وعايز يعرف الحركه التقصيريه. طبعا هو الحركه التقصيريه الحركه المتسارعه انت بتعتمد على اتجاهات عين وجيم، فانت هنا عندك عين او القياس الجبري للعين هيساوي نون تربيع ناقص 6 نون، نجيب منه العجله هتساوي
2 نون ناقص 6. في الحالة دي أنا عندي السرعة دالة من الدرجة الثانية والعجلة دالة من الدرجة الأولى ببحث إشارتي الدالتين، لأن أنا عايز أعرف إشارة عين وإشارة جيم. إذا اتفقوا في الإشارات مع بعض في فترة معينة فتكون الحركة في الفترة دي حركة متسارعة، وإذا اختلفوا فتكون الحركة تفصيلية. فعشان كده أنا هاخد خط الأعداد بتاع سنة أولى ثانوي وأبحث عليه إشارة الدالة عين اللي هي التربيعية اللي قدامي دي، هسويها بصفر عشان أجيب أصفرها. يبقى لو حطينا نون وهنا نون ناقص 6 تساوي صفر، يبقى هتطلع لي قيمتين نون بصفر ونون بست. هحطهم على خط الأعداد وخلي مثلا التمثيل العين فوق وتمثيل الجيم تحت، يبقى ده يدل على العين، هنا في ما لا نهاية يبقى ده بتاع العين، وهنا في سالب ما لا نهاية. وبالمرة نجيب الجيم، فالجيم هنا واضح انها هتبقى لما بتساويها بصفر فالجيم النون هتساوي 3، هنساوي 2 نون ناقص 6 بصفر، النون هتساوي 3. يبقى هنا هقول هنا 3 دي تبع العجلة، يبقى فوق عين وتحت جيم. لو عملت فواصل كده على الجذور بتاعت المعادلتين اللي قدامي وابتدي ابحث. قبل الفواصل بس الاول عشان بس تبقى واضحة عشان ما نتوهش فيها، نمسح بس الحتة دي. نبحث إشارة الدالة عين فوق، طبعا بين الجذرين هتبقى عكس إشارة نون تربيع فهتبقى سالبة، بره الجذرين موجبة اللي هي نفس إشارة نون تربيع. العجلة لأنها بالدرجة الأولى فهتبقى على اليمين مثل إشارة نون موجبة، وعلى الشمال عكس إشارة نون هي سالبة. أقسم بقى كده عشان أشوفه تبقى واضحة قدامي عند الستة والتلاتة والصفر. من ستة لمالا نهاية لو شفت الإشارة فوق والإشارة تحت هلاقي موجب وموجب، يبقى إشارة العجل السرعة موجبة وإشارة العجلة موجبة، يبقى في الوضع دوت واضح إن هو وضع إيه؟ تسارع. طيب والوضع ده هيكون عندنا العين سالبة والجيم موجبة، يبقى الوضع ده وضع تقصير، يبقى الحركة هنا تقصيرية. هنا السرعة سالبة والعجلة سالبة في الفترة من صفر لتلاتة، يبقى دي تقصير تسارع، سوري تسارع، لأن الإشارتين متشابهتين. في الفترة من سالب ما لا نهاية لصفر السرعة موجبة والعجلة سالبة، يبقى في هنا عندي تقصير. نيجي نشوف الإجابات اللي عندنا. هو بيقول لي من صفر لثلاثة، من صفر لثلاثة يا ترى هو بيسأل عن التقصيرية، فمن صفر لثلاثة لا من صفر لثلاثة مش متسارعة. طيب من صفر لستة، من صفر لستة دول فترتين واحدة متسارعة واحدة تقصيرية، بالإجابة هنا مش مظبوطة. طب من ثلاثة لستة هل هي تقصيرية ولا لا؟ من ثلاثة لستة فعلا في تقصير عندك، من ثلاثة لستة يبقى في الحالة دي الإجابة هتكون جيم. طيب ما في واحد تاني أو طالب هيقول لي أنا عندي اتنين تقصيريتين يعني ده وده، يبقى كده السؤال فيه حاجة غلط؟ لا، هو طلب منك أو عرض في الإجابة مين فيهم تقصيرية؟ مفيش غير 3 و6، خلاص هختارها هي 3 و6 تقصيرية. تمام؟ يبقى أختار اللي موجود قدامي حتى لو مش هي الإجابة كاملة في الرسم أو في التوضيح بتاع الحركة كلها اللي أنت استعرضته، فأنا هختار منه اللي هو بيطلبه التقصيرية، التقصيرية في الفترات ديت هي 3 و6. كان السؤال مقالي حضرتك نوهت الحتة حلوة قوي، لو كان السؤال مقالي هيضطر يقول الفترتين التقصيريتين. تمام. انما هنا عشان هو محدد فترات محدده، فتره اللي تحقق التقصير زي ما حضرتك وضحت بشكل جيد لو جدا. كان لو كان مقالي يا استاذ رفعت تمام. لو كان سؤال مقالي فعلا عشان ابن الطالب اللي بيسالك على الحته بتاعت من سالب ما لا نهايه لصفر. تمام. طبعا هي مش موجوده في الاختيارات اولا، ولو مقالي هيضطر يقول الفترتين فتره اتحاد فتره. بالظبط. انما عشان سؤال اختياري حضرتك وضحتها بشكل رائع جدا، طبعا الفتره اللي تحقق التقصير هي الفتره من 3 ل 6 بالظبط فعلا. شكرا يا استاذ رفعت. احنا بس بنضيف الإفادة عشان أبنائنا الطلاب يستفادوا، لو كان مقالي هيعمل إيه؟ طبعا يا فندم. تمام يا فندم، اتفضل. السؤال رقم 4، هنا مثال بيتكلم عن سرعة دالة في الموضع وطالب منك جيم العجلة لما الموضع بيساوي 2. طيب احنا قلنا قبل كده إن العجلة تحتمل مشتقتين، إذا كانت السرعة دالة في الموضع وإذا كانت السرعة دالة في الزمن. إذا كانت السرعة دالة في الزمن فجيم بتساوي دال عين على دال نون، لكن إذا كانت السرعة دالة في الموضع فبنقول إن جيم بتساوي عين
في دال عين على دال سين. طيب يعني انا لو عايز اجيب العجله دلوقتي يبقى هقول له ج بيساوي العين موجوده اصلا عندك اللي هي 6 س تربيع ناقص 4 س، يبقى اهو 6 س تربيع ناقص 4 س في مشتقتها بالنسبه للموضع، يبقى 2 في 6 ب 12 س ناقص 4. كده انا جبت العجله كداله في الموضع. طب هو عايز لما س بتساوي 2 عوض ببساطه جدا عن س ب 2، يبقى 2 تربيع ب 4 في 6 ب 24 ناقص 2 في 4 ب 8 في 2 في 12 ب 24 ناقص 4 هنضرب 16 في 20 فيطلع معاك 320 اللي هي الإجابة رقم 320 متر على الثانية التربيع. يا رب تكون واضحة. واضحة كده يا أستاذ رفعت؟ هنا في الأشكال اللي قدامي اللي هي الأشكال البيانية، ودي اللي مهمة جدا يا أولاد، ولازم الأول وأنا ببص على الشكل البياني أعرف المنحنى اللي قدامي ده اللي مرسوم ده ما بين إيه وإيه. يعني ده مثلا الأولاني ده اسمه منحنى السرعة الزمن، منحنى السرعة الزمن. وهنا بعض المعلومات اللي هي مشتقة من التفاضل، يعني ناخدها من التفاضل من الأستاذ رفعت طبعا. المفروض إن هي هتبقى سابقة شوية للتفاضل، بس هنستعين بيها هنا دلوقتي وهنوضحها ان شاء الله. يعني هنا السرعه الزمن وهنا سرعه زمن. طب هو ده منحنى سرعه الزمن. اذا كان عندك منحنى السرعه الزمن، لو كان المنحنى ده ممكن يكون متزايد، ممكن يكون متناقص، ممكن يكون ثابت. فمنحنى السرعه الزمن اذا كان ثابت يبقى السرعه ثابته، يبقى العجله بصفر. يبقى السرعه ثابته يعني العجله بصفر، تمام. طب اذا كان متزايد، التزايد هنا يعني أن المشتقة الأولى للمنحنى موجب، والمشتقة الأولى لمنحنى السرعة هو العجلة. فإذا كان منحنى السرعة متزايد فإذا العجلة موجبة، وإذا كان منحنى السرعة متناقص فإذا العجلة هتكون سالبة. نقول تاني، لأن التزايد والتناقص يعني المشتقة الأولى للمنحنى اللي قدامك اللي هو مرسوم قدامك. فإحنا بنقول هنا بيقول في كل من الأشكال الآتية يتلاشى معيار العجلة ما عدا الشكل. يتلاشى معيار العجلة يعني العجلة هتساوي صفر. هتكون بتساوي صفر إمتى؟ طبيعي جدا العجلة هي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، أو مشتقة السرعة بالنسبة للموضع. فلو كانت السرعة أصلا مقدار ثابت وهشتقها، فمعنى كده إن مشتقتها هتبقى بصفر. ففي الحالة ديت لو أنا لقيت أن السرعة مقدار ثابت أو الرسم يعبر عن أن السرعة ثابتة، يبقى هيكون فيها العجلة بتتلاشى أو بتساوي صفر. نشوف الشكل الأول. هنا السرعة واضح أن هي خط الأزرق يمثل السرعة، وهي السرعة ثابتة مع مرور الزمن. فإذا كانت السرعة ثابتة يبقى مشتقتها بتساوي صفر، إذن العجلة هنا بتساوي صفر. يبقى أول واحدة العجلة بتساوي صفر. يبقى أول واحدة العجلة بتساوي صفر لأن السرعة ثابتة. طيب نسيب بيها دلوقتي ونشوف الموضع الزمن. الرسمه اللي قدامك هنا مش السرعه الزمن، الرسمه دي الموضع الزمن. طيب خلي بالك كويس قوي، لان هنا هنقول معلومه يمكن مش ما خدناهاش قبل كده، بس ايه هنقولها وهنحتاجها بعد كده في التفاضل ان شاء الله. الموضع يبقى اذا كان المنحنى بتاع الموضع ده متزايد، فنسمع على طول ان مشتقه الموضع ده هي هتكون موجبه، واذا كان المنحنى متناقص فمشتقه الموضع هتكون سالبه. مين مشتقه الموضع؟ هتكون هي السرعه. ففي المنحنى اللي قدامك دوت هنا اولا ده خط مستقيم، يعني ده من الدرجه الاولى. فاذا كانت من الدرجه الاولى فانت لو اشتقتها هتبقى هي السرعه، فمشتقتها هتبقى من الدرجه الصفريه، يعني هتبقى ثابته مش كده. فالمشتقه بتاعه المنحنى اللي قدامك ده ثابته، والمشتقه هنا تعني السرعه، فاذا السرعه ثابته. طالما السرعه ثابته اذا العجله هتساوي صفر، يبقى هنا العجله برضه هتتلاشى. نفس الكلام بالنسبه لدوت. هنا المنحنى الموضع الزمن ده عباره عن خط مستقيم يعني من الدرجه الاولى، فاذا كان هو من الدرجه الاولى فمشتقته هتديك السرعه، مشتقته هتديك رقم ثابت، والثابت اللي هو السرعه هتكون ثابته، فمعنى كده ان العجله برضو هتساوي صفر. اما الرسم ب فواضح ان السرعه متغيره وليست ثابته، يعني لان ده السرعه الزمن اهو، فهنا السرعه متغيره وليست ثابته. اذا كانت السرعه متغيره فمعنى كده ان مشتقتها مش بتساوي صفر، يبقى اذا العجله هتكون لا تساوي صفر او العجله لا تتلاشى.
نشوف بعد كده شكل تاني على الرسومات. برضو عندي هنا برضو السرعة على الزمن كل المنحنيات اللي قدامي، بيقول لك تخير الرسم المناسب امام كل جمله من الجمل الاتيه. فين حركه الجسم تكون تقصيريه، وفين بيتحرك بسرعه ثابته، وفين الجسم متوقف، وفين حركه الجسم متسارعه. تعال نشوف الشكل الاولاني رقم واحد. هنلاحظ هنا حاجه في الشكل ده، ان السرعه دائما تساوي صفر، لان الخط الازرق دوت قدام الصفر، يبقى السرعه هنا بتساوي صفر، يبقى الجسم هل بيتحرك؟ لا، الجسم متوقف. يبقى انهي عباره في دول؟ يبقى هنا الجسم متوقف يعني جيم، يعني جيم دي هتاخد واحد، والواحد ده برضه هو هياخد العباره جيم. الرسم الثانيه رقم اثنين، السرعه هنا لان ده برضه السرعه على الزمن، السرعه ثابته. فلما تكون السرعه عندي ثابته بالمنظر ده، فمعنى كده ان العجله بتساوي صفر. بس هنا مفيش اي عباره بتقول العجله بتساوي صفر، لكن هنا في جسم، الجسم يتحرك بسرعه ثابته. فعلا هنا السرعه ثابته، يبقى دوت رقم ب، يبقى رقم اثنين هتاخد ب. نشوف بقى هنا ونفهم مع بعض الكلمتين اللي هنقولهم دول. ده الزمن السرعه، ومش باقي غير اختيارين، تقصير وتسارع، ودي في منتهى الاهميه. فهنشوف هنا اذا كان عندك التقصير او التسارع. نشوف كده، ده السرعه، وهنا خط السرعة. أنت عايز تقصير وتسارع، يبقى أنت عايز إشارة سرعة وإشارة عجلة. السرعة هنا موجودة فوق محور النون، يعني فوق الخط الأفقي، يعني كلها قصاد أرقام موجبة. فمعنى كده أن عين موجبة. طيب، هتشوف العجلة. والعجلة مش هي مشتقة السرعة؟ وإحنا قلنا المشتقة تتعين من تزايد وتناقص المنحنى اللي قدامك. فهنشوف كده، المنحنى هنا متناقص ولا متزايد؟ لا، ده متناقص، معناها أن المشتقة الأولى سالبة. والمشتقة الأولى للسرعة هي العجلة، يبقى إذن العجلة هتكون سالبة. ففي الوضع ده هتكون العين موجبة والجيم سالبة، إذن الحركة هتكون تقصيرية وهتكون رقم ألف. آخر رسمة برضو نفسرها مع بعض. السرعة الزمن، الخط الذي يمثل السرعة، الرقم السرعة والزمن فوق محور الأفقي، يعني قصاد أرقام كلها موجبة. فمعنى كده أن السرعة هنا كلها موجبة، يبقى عين موجبة. طيب، هنا بتكلم عن التزايد والتناقص عشان أجيب المشتقة الأولى للسرعة اللي هي العجلة، فلازم نشوف تزايد وتناقص المنحنى اللي قدامي. فهنا بيتزايد، المنحنى متزايد، معنى كده المشتقة الأولى موجبة، يعني العجلة موجبة. فلما تكون السرعة موجبة والعجلة موجبة، فتكون الحركة متسارعة، ودي هتاخد رقم ده. يا رب يكون واضح المثال. نشوف رقم سبعة، الرسمة الثالثة والرابعة. تمام، طبعا احنا عشان نعرف التسارع او التقصير محتاجين نعرف اشارة كل من عين وجين زي ما حضرتك وضح. تمام، ممكن نقول طريقة جميلة جدا للطلبة يعرفوا بيها حتة السرعة موجبة ولا سالبة، او الحاجة بصفة عامة موجبة ولا سالبة ازاي. تمام، مكان المنحنى وصف المحور صاد مباشرة، بمعنى لو كان المنحنى اعلى محور السينات يبقى تمام. محور صاد اللي هو يعبر عن السرعة دلوقتي موجبة، أسفل تمام. محور السينات يبقى السرعة سالبة، ودي حضرتك قلتها بشكل جيد جدا. تمام. ممكن بدل ما نقول التزايد والتناقص نتكلم على الأميال. صح. إذا كان الميل سالب ده معناه تناقص. الميل سالب نعرفه إزاي؟ لو كان المنحنى يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور سين زاوية منفرجة، ده معناه إن ميله سالب، وميله تمام. يعني اشتقاقه، واشتقاق تمام. العجلة هو السرعة، يبقى العجلة سالبة. يبقى لو كان الميل سالب يبقى العجله السالبه. أيوة. في الرسمه الاخيره السرعه برضو موجبه باعتبار ان المنحنى اعلى محور السينات، يبقى يعبر عن السرعه مباشره الموجب. تمام، ميله يصنع زاويه حاده لاتجاه الموجب لمحور زين سين اللي هو بيمثل محور الزمن دلوقتي. واضح ان زاويه حاده ده معناه برضو انه تزايد. أيوة. اللي انت حضرتك قلتها تزايد. تمام، فبرضو ممكن نقولها عن طريق التزايد او نقولها عن طريق الاميال، الاثنين بيؤدوا نفس الهدف. هو هنا الميل، هو راي حضرتك صح، هنا الميل هيكون اسهل لان هي خطوط مستقيمه هنا، فواضح الميل بالظبط. لكن لو كانت منحنيات فاعتقد هيرسم مماس، هيرسم مماس عند اي نقطه ويعرفها برضو. بالمناسبه برضو بمناسبه المنحنيات برضو، بس اللي عندنا مشكله ان الطلبه ما يعرفوش يعني ايه تحدب دلوقتي حاليا. هو انا هو ده اللي انا مش عارف اقوله. تمام، عشان كده نوهت ان حضرتك هتقول الكلام ده. يعني مثلا عايز اقوله ان الطلاب مثلا في المساله الرابعه، بفرض ان المنحنى هو هو بالظبط بس كان مرسوم تحت محور سي بالظبط، يبقى هنا السرعة سالبة عشان بيعتبر هي أسفل محور السينات.
تمام والعجله ما زالت موجبه يبقى الحركه في هذه الحاله تبقى تقصيريه. تمام انما فعلا كده شكل ثلاثه الحركه الحركه تقصيريه، وشكل اربعه فعلا الحركه متسارعه بشكل واضح جدا. تمام اتفضل يا تمام جميل. نشوف رقم 7 كان سألتني برضو عن علاقة السرعة بالموضع والعجلة. بيتحرك الجسم في خط مستقيم، بحيث كانت العلاقة بين متجه بين عين وسين تعطى في الصورة عين تربيع بتساوي 5 في 9 ناقص سين تربيع. أوجد عجلة الحركة عند انعدام السرعة. طيب هو عايز العجلة عند انعدام السرعة. طب أنت هنا هتحدد إزاي؟ أولا لو أنت شفت هنا عندك عين تربيع مقترنة بالسين، فمعنى كده أن العجلة بتساوي عين في دال عين على دال سين، دي أنت عارفها من الأول. ج بتساوي عين دال عين على دال سين. طيب خليها دي على جنب دلوقتي، وتعال نروح للمقدار اللي قدامك. أنت لو اشتقيت الطرفين بالنسبة للموضع السين، فيكون عندك عين تربيع بتساوي 5 في 9 ناقص سين تربيع، هنشتقها كده فتبقى 2 عين دال عين على دال سين، لأن أنت بتشتق بالنسبة للسين بتساوي، هتشتق ده 5 مالناش دعوة بيها، فتبقى سالب 2 سين من غير دال سين. يبقى كده بص هنا كده، لقينا عين دال عين على دال سين. مين عين دال عين على دال سين؟ اللي هي العجلة نفسها. يبقى هنا أقدر أقول إن 2 ج بيساوي 5 سالب 2 بسالب 10 سين، يبقى العجلة بتساوي سالب 5 سين. كده جبت العلاقة بين العجلة والموضع. طيب هو كان عايز العجلة إمتى؟ عند انعدام السرعة. يبقى هروح أساوي السرعة بالصفر. لما هساوي السرعة بالصفر فهيبقى عندك 9 ناقص سين تربيع بتساوي الصفر، فمعناها إن سين تربيع بتساوي 9، يعني سين عندي ليها قيمتين، هي سين بتساوي موجب أو سالب 3. هاخد قيمة سين وعوض بيها في العين، مرة ثلاثة مرة بسالب 3، إذا الجيم هتساوي موجب أو سالب 15 متر على الثانية تربيع. ودي كانت العلاقة اللي هو كان طالبها لما طلب العجلة عند انعدام السرعة. نشوف كده آخر مثال معانا، مثال بسيط وخفيف، بس خلي بالك هنا في إشكالية صغيرة نشوفها كده مع بعض. بيقول لك أنا عايز سين بتساوي 4 جنون، فإن ج باي على 4 بتساوي كام؟ يعني عايز العجلة عندما ن بتساوي باي على 4. طيب أنا عايز العجلة وعندك الموضع، يبقى لازم تعمل عملية اشتقاق للإزاحة ثم السرعة ثم توصل للعجلة. طب هو أنت عندك الإزاحة؟ لا، أنت عندك الموضع. فتقول هنا الإزاحة هتساوي س ناقص س صفر، يعني س عند أي لحظة زمنية اللي هي 4 جنون ناقص 4 ج نون بصفر. هنا مفيش عندي مشكلة، لأن ج نون اللي هي ج صفر بصفر، في الحالة ديت هتبقى الإزاحة عندك هي الموضع هو لأن ده هيطلع بصفر، فهتبقى عندك 4 ج. لكن لو كان جاب لك س بتساوي مثلا 4 جتا نون، هنا هتختلف، لان جتا صفر مش صفر، جتا صفر بواحد، فمش هتبقى الموضع هي نفس الازاحه. فخلي بالنا بس من النقطه ديت، اللي اقصده يعني لو كانت س بتساوي 4 جتا نون، ففي الحاله ديت لا، فيها تختلف، فيها تساوي 4 جتا نون ناقص 4 جتا نون دي ناقص 4 جتا صفر. طب 4 جتا صفر، جتا صفر بكام؟ بواحد. يبقى ساعتها اقول 4 جتا نون ناقص 4، يبقى هنا الازاحه شوف هتساوي 4 جتا نون ناقص 4. فهنا في الدوره المثلثيه بس اخلي بالي كويس من موضوع الموضع والازاحه. فهنا فيها تطلع فعلا 4 جتا نون زي ما هي، فهنجيب منها السرعه فبتساوي 4 جتا نون، بعد كده هجيب العجله هتساوي سالب 4 ج نون، لما اعوض عن نون بباي على 4 يعني ب 45، هتبقى سالب 4 في ج باي على 4 اللي هي هتبقى جذر 2 على 2، هتساوي سالب 2 جذر 2. في عندنا بعض الطلبه يا استاذ عمرو
احيانا لما يجي له الموضع اللي هو سين مثلا داله كثيره حدود ويطلب منه الازاحه والسرعه والعجل، هو بيتعود يشيل الثابت اللي موجود في الموضع. تمام. لا، الافضل يطبق القانون زي ما حضرتك وضحت س ناقص صفر ليه. مهمه جدا انت وضحتها. في حاله ما كانت س بتساوي 4 جت نون. ما انا كده جالها ثابت مش اتشال منها ثابت. بالظبط. ده ينفي المفهوم اللي الطلبه كانت معتقداه ان مجرد يشيل الثابت وخلاص كده من الموضع ازاحه يشيل الثابت. هي فعلا مشهوره جدا ان في بعض المدرسين بيستسهل. بس دوت مع الدول اللي هي كثيرات الحدود بس. اما في حد الدول المثلثيه او الكسريه لازم يطبق القاعده، وهو بصفه عامه الافضل يطبق القاعده س ناقص صفر ويامن نفسه. تمام يا فندم. بس مفيش اكتر من كده. وكده الحصه اعتقد يا ابنائنا الطلاب ممتازه جدا 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 جدا. ان شاء الله نتقابل معاهم باذن الله يوم الاحد الجاي باذن الله في حصه جديده ان شاء الله نكمل فيها موضوع.